في بالقرآن تقريبا 1300 آية تتحدث عن الكون والإنسان. لذلك إخواننا الكرام، الحكمة أن التطور العلمي وحده يكشف عظمة هذه الآيات. بعد 100 عام من تطور علم الأجنة، تبين أن الذي يحدد نوع الجنين ذكراً أو أنثى هو الحوين وليس البويضة. افتح القرآن وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. قبل اكتشاف أشعة الليزر التي تقاس بها المسافات بدقة بالغة بالميلي، قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. بعد اكتشاف أشعة الليزر، أعمق نقطة في الأرض غور فلسطين، وفيه تمت هذه المعركة. من هذه الإشارات 1300 إشارة كلها تؤكد تأكيداً قطعياً يقينياً أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. برحلة أبولو 8 إلى القمر، رواد الفضاء بعد حين من إطلاق المركبة قال أحدهم: لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاً. ما الذي حصل؟ بعد 56 دقيقة ما أحد فهم. هم في الحقيقة تجاوزوا طبقة الهواء. طبقة الهواء 56,000 كيلومتر، لما تجاوزوها التغى انتثار الضوء. فلما تجاوز رواد الفضاء طبقة الهواء صاح أحدهم: لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. تمام، هي حادثة وقعت مسجلة. لكن افتح القرآن: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لذلك إخواننا الكرام، قد لا تنتبهون إلى أن هناك عبادة هي أرقى العبادات قاطبة، إنها عبادة التفكر. التفكر يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله. التفكر أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله، وأصل هذه العبادة في القرآن. لذلك إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من هذا الأمر. الله عز وجل قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إخواننا الكرام، أقصر خلية بالإنسان خلية الأمعاء الدقيقة، عمرها 48 ساعة، وأطول عمر خلية العظمية 5 سنوات. يعني أنت بكل ما فيك بعد 5 سنوات إنسان آخر، بكل ما فيك إلا الدماغ والقلب. الدماغ 140 مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد حتى الآن. هذا الدماغ أعقد شيء في الكون، ومع أنه أعقد شيء هو عاجز عن فهم ذاته. هذا الدماغ، هلا الكبد، يقوم الكبد بخمسة آلاف وظيفة، 5000 وظيفة، وكل خلية من خلايا الكبد تقوم بكل هذه الوظائف. الآن في عمليات ناجحة من سنة مو أكثر،
يعني أخ يعطي أخوه نصف كبده، يزرع هذا الكبد، الكبد يعيد بناء ذاته بعد 16 أسبوع. ممكن إنسان تشمع كبده كلياً أن يأخذ من أخيه قسم من كبده والكبد ينمو خلال أسابيع. 5000 وظيفة تقوم بها كل خلية. هذا القلب ب20 سنة، ب60 سنة، لو فرضنا الدم مستمر ما في دورة راجعة، هذا القلب يملأ أكبر ناطح السحاب في العالم. نبض القلب مع نقل الدم باليوم 8 أمتار مكعبة، لا يكل ولا يمل. والآن اكتشف القلب مصدر الأحاسيس والأذواق. تم زرع 70 قلب في العالم الغربي. الذي زرع قلبه ما عرف أحفاده، الذي زرع قلبه تغير مزاجه، أكلات لا يحبها أصبح يحبها، أن القلب اللي زرعه يحب هذا الطعام. حتى أنه واحد زرع قلبه بحث طويل يتكلم كلمة ما لها معنى ما فهموا، فذهبوا إلى زوجة صاحب القلب المزروع، ما معنى هذه الكلمة؟ قال هي كلمة نحن اخترعتها أنا وزوجي، الأمور على ما يرام. في 70 بحث حول زراعة القلب شيء لا يصدق. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ هذا الكون المعجز يدل على إله عظيم.